في عندنا انواع تانية من كيميكال ستيريلايزيشن حقيقه، زي مثلا ايثايلين اوكسايد ستيريلايزرز. دي الحقيقه بتشتغل، ايثايلين اوكسايد بالذات بيشتغل ان هو يعني اول حاجه هو بيستعمل ايثايلين اوكسايد، بيبقى شكله يعني الرمز بتاعه بيبقى الشكل ده، الرمز الكيميائي بتاعه بالشكل ده كده. بيشتغل ان هو بينهبت الفايتال سيلولار فانكشنز في الميكروب، وبالتالي بيقتل كل الميكروبات والاند سبورز يعني. بس المشكله الحاجه الوحيده اللي هي ما هياش كويسه فيه ان هو بيريكوير لينثي اكسبوجر بيريد اوف سيفرال اورز. طبعا يعني طبعا هي دي حاجه ممكن تكون صعبه، بس طبعا ممكن يبقى في ميزه الحقيقه فيها ان هو ما بيتطلبش درجه حراره عاليه، وبالتالي ده ممكن يبقى مناسب جدا للحاجات اللي احنا محتاجين نعملها ستيريلايزيشن من غير ما يكون فيها درجه حراره عاليه يعني. فدي ممكن تبقى حقيقه ممكن يبقى يعني تطبيق كويس يعني. هي من عيوب الايثيلين اوكسايد نفسه ان هو فيري هايلي توكسيك، يعني سام جدا جدا جدا، فطبعا لازم التعامل معاه يكون بحذر شديد جدا. بيبقى الحقيقه برضو بالبيور فورم بتاعه بيبقى اكسبلوسيف، ودي حاجه برضو خطيره جدا لو في اي سورس اوف هيت قريب منه ممكن هو ينفجر. وبالتالي في المعتاد لما بيجي يستعمل بيبقى ميكس ويز نون فلامبل جاز زي سي او 2، عشان يبقى بس يقلل من يعني اللي هي يعني قابليته للانفجار. فبيسكلي طبعا في الايثيلين اوكسايد بيحتاج طبعا ان احنا نستعمل كلوز تشامبر فيري سيميلر لستيم اوتوكليفز، عشان نقدر نحط فيها الايه؟ نقدر نحط فيها ال وات ايفر بقى احنا عايزين نعمل له ستيريلايزيشن. وممكن اكشوري بعض المستشفيات ممكن تعمل ايثيلين اوكسايد ستيريلايزر، ممكن تاخد الماتريسز اللي هي المراتب وكل الاثاث الموجود عندهم ممكن يبقى ستيريلايز بالايثيلين اوكسايد. فالحقيقه ممكن يبقى الحجم بتاع الاسترلايزرز من النوع ده ممكن يبقى هيوج الحقيقه. وبعد كده طبعا زي ما كنا بنتكلم الاسترلايزيشن الحقيقه بيتم ات امبيت تمبرتشر، درجات الحراره اللي هي العاديه، ما هياش فيها اي يعني درجات حراره عاليه. وبالتالي اي مواد او اي ميديكال ديفايسز بتبقى فيها مشكله بالنسبه لدرجات الحراره العاليه بتستعمل في الستيم استرلايزرز، بتبقى طبعا الايثيلين اوكسايد بالنسبه لها بيبقى مناسب جدا. الميزه الثانيه ان هي لها هاي بنتريشن. يعني ايه هاي بنتريشن؟ يعني لما بنتكلم على مثلا عندنا فرضا بعض الاجهزه الطبيه بيبقى فيها مثلا تيوبس او فيها مثلا حاجات ممكن يبقى صعب مثلا يبقى الستيم يوصل لها عشان يقدر يعمل معاها كونتاكت ويعمل لها ستيريلايزيشن. الايثيلين اوكسيد الحقيقه بيبنتريت اسهل بكتير، فالحقيقه دي ميزه الحقيقه فيه، ويعني بيخلي ان في ادفانتجز بالنسبه للنوع ده من الستيريلايزيشن.